السلام عليكم. اهلا اخوان، تحياتي واحتراماتي للجميع. معكم دائما مراد معارف في اطار حواراتنا الولائيه مع الاصدقاء عشاق الحسون، وخاصه عشاق تغريد الحسون بكل انواعه ومن كل يعني البلدان اللي كيتبعونا وكنحبوهم. فنتمنى ان الامور كلها بخير وعلى خير، وان هاد الحلقات ولا هاد السلسله يعني نالت الاستحسان ديال الجميع، خاصه انني سبحان الله العظيم فرحان بزاف. امس في البارح في الليل تواصلت مع واحد الصديق عبر الفيسبوك اللي كيتبع معايا الحلقات، وقال لي واحد الجمله اللي عجبتني بزاف وفرحت صراحه، لان هذا الانسان هو مولوع. ولو فات انه يعني هكا اوازار يعني بدا تبع واحد الحلقه ولا جوج من هذو الدردشات ولا هي مع الاصدقاء، وقال لي بانه يعني هذه الحلقات كانت سبب انه الى ايتي غوموتيفي، يعني جات واحد لا موتيفاسيون باش يرجع عاوتاني لهذا الميدان هذا. ف هاد ردة الفعل يعني ما تصوروش الاخوان، الانسان الا كنتي سبب لواحد واحد الصديق ولا واحد الاخ انه عاود درتي ليه واحد كما نقول واحد المحفز، ولا بينتي ليه بان الصوره ممكن تكون جميله في هذه الهوايه بعيدا عن كل ما هو نمطيه وكل ما هو يعني روتين سنه بعد سنه. فهذا جميل جدا، وكنتمنى انه يعني الاهداف المنشوده ديال هذه السلسله هي كنظن ان اهداف من القلب، يعني راكم لمستوها الاخوان، سولما واحد بارطاج ديال واحد النظره واحد الفكره واحد نسبيا واحد التجربه المتواضعه ديالنا مع الاخوان جميعا. فنتمنى انه الاخوان يتقبلوها بصدر رحب، وتكون حافز على هذا الاخ هذا على انه الانسان يبحر في عوالم جديدة في هذا الهوايه. ولا شك انه اي مبحث من المباحث اللي تكلمنا فيهم فهو واحد الميدان واحد المجال اللي هو جميل جدا، يعني بالاضافة انه كيعاود يحييك من ناحية الولاعة، فهو كيعطيك واحد المحفز للبحث وللثقافة عامة. الانسان يدير واحد المقاربة ما بين ما هو علمي وما هو تجريبي وما هو ولاعي. فهذه هي المتعة اللي كنلقى انا صراحة في هذا الميدان لحد الآن، لأنه حتى أنا دي واحد 5 سنين ولا 6 سنين كما قلت لهذاك الصديق في الأمس، 5 سنين واحد و 6 سنين مشيت في هذا الطريق هذه، ولقيت في الطريق ديالي إنسان آخر اللي حتى هو زاد حفزني. يعني ما واحد لقيتها الإخوان في الولاعة كتحس براسك سوليتير، بعض الإخوان غادي يكونوا حاسين بهذا الإحساس، كتبقى غادي سنين على سنين واحد الوقيته كتحس راسك بوحدك في الولاعه، يعني ما خاصك واحد شي واحد اللي عاودي كما نقولوا عاودي يعمر عاودي. ولقيت مثلا نعاود نذكر الاسم ديالو السي علي المرضي، حتى هو كيما بان كما لك ربما سبب واحد الناس، هو كان سبب انه دار لي واحد لا موتيفاسيون. وهكذا الهوايه الاخوان، هكذا الهوايه. فشكرا للصديق اللي تكلم معايا البارح، هادشي طرا بيناتنا البارح وبقى كيدور لي في دماغي حتى هاد الصباح هذا. فتحيه لي وتحيه لجميع الاخوان. فكما في الحلقه الماضيه ذكرت واحد الجمله اللي هي دقيقه جدا، على ان المدرسه الوحيده اللي كاينه في هاد الهوايه هي مدرسه التبجغيط او المدرسه لوبابيات، واحد المدرسه اللي ميمكنش يدير عليك شي واحد استاذ فيها نهائيا. وهذه إشارة الإخوان المبتدئين وحتى الإخوان القدماء، أنه حتى الحريفية القدام ديال التغريد، نتكلموا حنا بالنمط الكوبي لأن هذاك هو حرفتنا. فالإخوان اللي عندهم واحد الرصيد معرفي من ناحية التبجغيط، حاولوا كما نقولوا بالفرنسية فو بويزي في ليكسبيريونس ديالك، يعني تجبد من أغوار التجربة ديالك مع التبجغيط وما عشته مع التبجغيط ديال الطيور، ماشي تجريت من ناحية التغريدية، وأنه الإخوان يحاولوا يبارطاجيو معنا جميع لي زيكسبيريونس ديالهم من ناحية التبجغيط، فهي واحد الكنز كبير جدا،
وقليل من الهواه اللي كيتداولوا هذا النوع من الحوارات في المساله ديال التبجغيط. هنا كنجمعوا التبجغيط البابياج، الطائر راه جاي كيبجغط تبجغيط خاوي تبجغيط عامر. اشنو هو التبجغيط الخاوي شنو هو التبجغيط عامر؟ كيبقى سؤال كبير وخاصه للمبتدئين. انا انسان مثلا، انا مثلا كنفهم في المقنين، جالس مع واحد مبتدئ كنقول ليه اه هذا التبجغيط ديالو عامر، هذاك المبتدئ راه كيحس بواحد واحد عنده واحد نقطه استفهام كبيره، اش بغا يقول لي بهذا التبجغيط عامر هذا السيد هذا، وانت كتقولها بواحد القناعه وزعما هادشي راه باقي ما غتوصلش ليه، يعني كتزيد تمحنو في الهوايه ديالو، وهذا ماشي هو الهدف ديالنا. حنا اي مبتدئ خصنا نريحوه في الهوايه ديالو ونعطيوه كما نقول مفاتيح باش يعوم بحرو بوحدو بدون ان يتكل على احد سوى الله سبحانه وتعالى، لان التسخير كله من الله سبحانه وتعالى. فالتبجغيط هو مدرسه، مدرسه كيف؟ لانه سيتي اوتو فورماسيون، واحد التكوين ذاتي ديالك اللي كيجعلك انك اولا يعني باش تبدا في هذه المرحله انك تعطي اهميه للتبجغيط. وحاجه اللي مهمه هو انك تكون عندك الامكانيه انك تسمع الطائر كيبجغط، وهذه القضيه اللي ما متوفراش بزاف ديال الاخوان للاسف. هنا بفعل طرق التلقين اللي هي كما نقولوا شديده، يعني كنسدوا على الطيور ديالنا، فهذا ما كيعطيناش واحد لا بوسيبيتي اننا نعيشوا مع الطائر جميع مراحل التبجغيط، واللي هي مهمه للطائر باش تبقى متبعه وتعرف فين غادي المسار ديالو، ومهمه للمولود كتكوين للمولود. ف هذه نصيحه عامه للاخوان، لان السنوات الاخيره ممكن ان ولات عندنا واحد الموجه ديال واحد النوع من الهوات ديال الطائر الحسون، يعني بالرغم انهم ابطال ويحسنون على القاب لان عندهم طيور ممتازه وعندهم تاريخ وعندهم يعني جميع المواصفات ديال المولوع كما نقولوا المولوع الكبير ومتوفره في هاد الشروط. لا احد يمكن ان يجادل بان هاد النوع من الاخوان مواليع ديال الصح كما نقولوا بالمغربي بالدارجه المغربيه، مولوع تاع الصح. ولكن كيقول لك بيرسون لي بارفي، مثلا منين كنجلسوا واحد النوع من هاد الهوات كنحاولوا نديو نجيبو معاهم في الكلام على التبجغيط وعلى الكلام يعني كيف يتطور في مراحل التلقين منذ التخزين الى البلوار، فكنجي نوجدوه واحد شويه نقولوش ناقص، ولكن يعني ما مهتمش بهذا الموضوع نهائيا. ماشي ما كيهموه، هو كيهمو، ولكن الطريقه كيفاش هو مولع ما كتعطيش هاد لا بوسيبيليتي انه يدير هاد التكوين الذاتي ديالو مع الطير ديالو، وبالتالي ربما كيكون المستوى يعني المستوى شويه كينزل من الناحيه الاولايه. لما دا بينا انهم دابا واحد 10 سنين ولا 20 عام لقاو ناس باحثين في ميدان التغريد، ناس اللي كيبحثوا، ناس اللي عندهم تجربه فعليه. خلينا من التجربه ديال نعرف الطير نتوما من الدكار ونجيبوا الباطي وداك الشيء وهذا ونشمشوا العمان تشماش وداك الشيء كامل كلنا كنعرفوا، وكيخصنا واحد النوعيه من الهوات اللي الهم ديالو هو التغريد ابار قوانين التحكيم والجدادات ولي كوديغو، داك الشيء راه مصيب داك الشيء بوحدو. حنا اللي كيهمنا هو مثلا نعطيكم مثال، طائر دخلناه صغير، وبيان سور انا كنتكلم على المراحل الثابته ديال التلقين، اننا عندنا طائر استاذ وعندنا شريط وطائر حسون ولا ربما هجين صغير دخلناه يحفظ في الوكر التغريدي ديالنا اللي فيه واحد الهيمنه تامه ديال الطائر الاستاذ والشاري. هادو هما الظروف اللي كنتكلم فيها الاخوان، وهذه اشاره انه حتى الاخوان اللي مثلا كيطلبوا مني انني نعطيهم وصفه للتلقين، فاي واحد نعطيه انا وصفه للتلقين غادي نكون غدرته، وهذا غيتسمى غدر من طرفي. فليس هناك وصفه للتلقين، ليس هناك وصفة للتلقين، لأن التلقين يتعلق بالمكان الذي تمارس فيه التلقين، يتعلق بـ 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 بالوسائل التي تستعمل للتلقين.
حتى ان هناك بعض البيوت اللي غير صالحه بتاتا للتنقيل، وكاين بيوت اللي ميسره فيها عمليه التنقيل غير على الارشيتكتور ديالها، الطريقه كيفاش يعني المنزل ديالك. كاين الناس اللي كل سنه كيخرجوا طيور، وهذه نقطه استفهام كبيره. ربما كيقول الانسان انه لا، راه لي كونديسيون اللي عندك في الوكر ديالك تساعد على الحفظ منها بزاف. مثلا هذه القضيه ربما عند الاخوان بزاف، وعندي حتى انا في المنزل ديالي، عندي واحد 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 لون بلاسمون في المنزل، فين ما كنحط فيه طائر صغير في هذاك المكان كيحفظ لي. وما نقولوا حنا بالمغاربه، نقولوا نتوما اللوعل، الاخوان اللي داخلين عندي المنزل ديالي سيرتو الاخوان ديال المعارف اللي جايين عندي المنزل، راهم عاشوا معايا هاد المساله ولاحظوا هاد القضيه عندي في المسمار اللي كيحفظ عندي فيه دائما الطير. ولاحظت وبديت كنتسائل ما هي خصوصيات هذاك المكان بارابور الامكنه الاخرى اللي كاينه في المنزل. بديت اقارن، هل نسبه الضوء والظلام، هل الطريقه كيف يصل الصوت الى ذلك المكان، هل يعني الارتفاع ديالو او المستوى ديالو على الارض، هل يعني بزاف ديال المعالم اللي كنتسائل وكنحاول نعرف علاش هذاك المكان كيحفظ فيه الطائر. مع ان هذه بين قوسين هذه المساله اخوان فكروا فيها نتوما، راه اغلبيه الاخوان غادي يكونوا عندهم هذه المساله في البيت ديالهم وكيعرفوها، ولكن حاولوا تسالوا لماذا هذاك المكان بالذات. واش هذوك الظروف لو كان وفرها في هذاك المكان الاخر واش سوف تكون نفس النتيجه؟ هكذا كنتطوروا حنا في الهوايه ديالنا. على اي طائر صغير غادي ندخلوه يحفظ. منذ شهرين الاولين كما تفهمنا انه بدا عمليه التخزين لا ميموريزاسيون، واذا مرت عمليه التخزين بنجاح يعني بالضوابط اللي تكلمنا عليها في الحلقات الكامله، الروبيراج، الطمانينه، الاريحيه، لو ستريس ما كاينش، ديبريسيون ما كايناش، طريقه التلقين حتى هي لعبه دور ما عليناش. اذا مر من هذيك المرحله ديال التخزين بكل بسلام، فهو غادي يدوز لك المرحله ديال لو بابياج، يعني المرحله ديال التبجغيل، يعني بعد شهرين ونصف ثلاث اشهر ماكسيموم كيبدا البابياج، كيبدا التبجغيل. اول حاجه انه المولوه خاصو يكون كما نقولوا الاخوان هاد القضيه راه كيذكروها، انه خاصو يكون هو اصلا حافظ الكلام ديال حافظ الشريط، يعني الشريط كامل. حتى لو انه انسان اشار لك بواحد الشريط في الانترنت قال لك هاد الشريط راه مزيان، سير دير ليه التحميل ديالو وحفظ به، وكاين هاد المساله هادي، كاين شريطه ممتازه في الانترنت، من تحمل هذاك الشريط سمعوا وسمعوا 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 حتى انك تولي حافظ، حتى منين تأدى هاد الاغروده اشنو غادي يجي من موراها. والطريقه انا اعتمدتها في البدايات ديالي، اول شريط سي دي كنحصل عليه يعني من لاكاسيت منين دزنا للسي ديات، حصلت على السي دي في هذاك الوقت، كان السي دي اللي هو نادر، قليل الناس اللي محصلين عليه، الناس شراوه بالفلوس، والحمد لله حنا في واحد في الحي ديالنا واحد الفئه ديال الاصدقاء حصلنا عليه بالطرق ديالنا مباشره. اطيل بوان انه هذاك السي دي كنت كنخدمو، وكناخذ ورقه وستيلو وكنكتب دقيقه واحد كاينه تعديده فلان فلانيه تابعه بين قوسين تلقليك كيخاص تابعو ابيل دو شونجمون بلي بلي لي لي لي، يعني هو فيه 34 دقيقه. كتبت واحد خمسه ديال الاوراق، كل دقيقه وكل ثانيه الاغروده اللي كاينه، وباقي الان محتفظ بهذوك الاوراق، باقي محتفظ بهم بالارشيف ديالي، وكل مره اصلح الاغلاط ديالي في هذوك الورقه. يعني ملي كنمشي نجلس مع الاخوان في في في, في مقهى الموالي، مقهى مشروره اللي في حي المعارف اللي هي معروفه بمقهى الفرات، كنجلس حدا هذا المولوع، كنجلس حدا هذا المولوع، كنجلس كما نقولوا استرق السمع، وكتدور الهضره على داك السي دي، غير كيتجبد هذاك الكلام بحال كان بحال شي حاجه كنعطي تصنت مزيان. وكان عندي صديق
هاد جوج هاد الاصدقاء اللي هما كتحس بهم كاين واحد لا كونفيونس، واحد الراحه بيناتنا، كنسالو مباشره واللي هادي شنو هي، ولا هادي اللي تابعه هادي شنو هي، واحتفظ بهذيك المعلومه، وكنبغي غير وقتاش نوصل للمنزل ديالي باش ناخذ ديك الورقه ونصحح الغلط ديالي. انا ربما بلاص ما ندير تي 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 تشيو اعتبرت هنا تا 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 تشيو، ولكن صحه ليا مولوع اللي عنده خبره عليه وكنرجع نصح. وهكذا كتبت هذاك السي دي وليت حافظه، وهذاك السي دي الان راه كيخدموا به الاخوان، واي واحد يقول لي الدقيقه فلافلين نقول لي شنو فيها، تخدم لي السي دي في الدقيقه هذا نقول لك شنو غادي يتقال من بعد. علاش حفظته؟ كمرحلة أولية، وأنا ما كانش ديك الساعة ديرا كنقول لكم في 2000 2002 2003 ما كانش عندي هاد المرجعية نحفظو زعما باش نفهم التبجيط، لا غير هذيك منهجية ديالي. أنا بغيت نفهم هذاك الكلام. ملي كتفهم هذاك الكلام وكيجي الطائر كيبجغط، أنت خصك تسمع التبجغيط. إخوان راه ضروري تسمعوا التبجغيط، دعوة الإخوان ديال الكاخو، الاخوان ديال الكاخون راه ضروري الاخوان تسمعوا التبجغيط ديالو. ملي كيبدا الطائر يفي دو بابياج كيبجغط، وكتحاول اشنو كيدير في بابياج الاول، يعني في التبجغيط الاول كما قلنا في الحلقات السابعه كيطبع لي غولبيس. ديك الساعه لي غولبيس، غولبيس ديال الطابليتيو كيحفظو كيزكي، غولبيس ديال الكاسكابيل كيزكي، كومبيس ديال شي ميسيدا كاينه عندك في الشريط، شي حداديه ولا شي نقط كذا. اذا في البابياج الاول انسان خصو يتنبه انه راه ما غاديش يفرز هوايا كمولو، ما يفرز حتى غير، ولكن غادي يقدر يفرز لي كومبيس. وهذا راه واحد ما نقول واحد المقام عالي في التصنات، انك تستطع انك ديشيفري انه هاد لا سيكونس راه لي غولبيس ديال هاد الاغروده. ومع البابياج ومع التبجغيط غادي نهار على نهار على نهار على نهار كيتطور، وانتيا كتزكي يعني لو ديشيفراج ديال، الى درجه ان واحد الوقيته كيبدي يدي لك واحد الاغروده اللي هي مسترسله، مثلا واحد التيرميناسيون. غالبا الطيور كتمشي لبعض التغاريد مباشره، كتكون سهله، بحال مثلا التيمبري، در التيمبري كيجيهم ساهل، انه ما محتاجش انه يحفظو كغولبيس. وهذه معلومه مهمه الاخوان، لان بزاف كي مواليه كيقولوا بانه التيمبري كيجيبوه الطيار وكيجيب حتى الكاسكابيل، لكن لماذا هذا السؤال الكبير. هاد المعلومة صحيحة، أي واحد كيقولها في الولاعة كنعطيه بوجور ديالو، لأن كيبين لك بأنه ودنو مزقية على التغليف. ولكن أنا كمراد معارف، يعني أنا شوية مشاكس في الهواية، فمن بعض الإخوان كتبان لهم بحال هي واحد الجرأة ولا واحد، ولكن أنا هكا في ولاعتي، أنا مشاكس حيت دائما أدندن بسؤال لماذا. فلماذا الطائر في التبجغيط ديالو، ربما حتى في التبجغيط الاول كيأدي لك لي غولبيس متقطعين، ولكن التيمبري والكاسكابيل يؤديها بطلاقه، فيها ثلاثه ولا اربعه الحبات كتسمع تر كيدوز داك تر التيمبري ندوزو. وبديت كنتسائل على شنو هو الفرق ما بين التيمبري والكاسكابيل والاغرودات الاخرى، علاش ما كتفرش بين قوسين ابار التعديده ولا التشيو، هادو علاش ما غنتكلمش عليهم حيت هما كيبينهم عباره عن نقط واحده. انا كنتكلم دابا على التغاريد، لان هي لوبجي ديال لا فورماسيون في التبجغيط، انك ديتيكتي ملي كيبغي يقول لك ميسيدا تعرفها في التبجغيط، ولا ملي غيقول لك بليبلي تعرفها في التبجغيط. فلماذا الكاسكابيل والتيمبري كيفرزهم لنا الطائر؟ هو باقي صغير، باقي في البابياج الاول، يعني باقي في التقليد الاول، التبجغيط الاول. لماذا؟ على حسب وجهة نظري الاخوان، وهذه تا هو مبحث انه الاخوان تا هما نديو نجيبو في هذا الموضوع، فكل واحد قدر تكون عنده قناعه، يقدروا يكونوا الاخوان عندهم اجوبه ولكن ما وصلتنيش انا، لانه واخا هكاك شويه حدودي انا في الهوايه ديالي منذ واحد 10 سنين تقريبا،
يعني بحال سديت على راسي من ناحيه يعني من ناحيه مجالسه الموالي وهذا حاجه اللي كنتحسروا عليها لان ما بقيناش كنتلاقى بزاف مع الاخوان، ولكن كانت فيها خير لان كانت عندي فيها واحد اعاده النظر بزاف ديال المفاهيم اللي ربما نستافد منها انا وربما يستافدوا معايا حتى الاخوان. ف التيمبري والكاسكابيل عندهم واحد الطابع ديال الاسترسال، استرسال ما فيهمش تنطرو، هذه من ناحيه، هذه لانديس الاول. وثانيا انهم يشبهون، هنا غيفهموني الناس اللي كيديروا الكنار، اللي كيديروا المالينوا وكيديروا الفلاطة، غيفهموني مزيان. تعرفوا الاخوان بان الطائر الكنار يؤدي ما يسمى بالفرنسيه ماشي دي تور، دي تور دو شان، هذا راه مبحث، هذا مبحث من الاخوه اللي بغاو يبحثوا الفرق ما بين الكلام ديال الطائر الحسون والكلام ديال الكناري من ناحيه الجنس ديالو. الطائر الحسوني يغرد دي نوت دي سيلاب دي نوت، وداك الشيء يعني فاري بالنسبه للكناري على حسب انا المبحث ديالي وحسب هذا غير سطحيا راه بايجاز كبير جدا. وخديت الكلمه المفتاح لو مو كلي اللي غادي نستعمل هو باش غتفهموا نتفاهموا اخوان بيناتنا، هو il fait des tours. وكاين كاع اللي كيسموهم دي غولات، ماشي غولات ديال العصفور. عندك اخوان يقولوا راه كي شي واحدين يقولوا مراد معرف كيقول لنا الكناري في الرولادا ديال الفيرديرون، لا لي غولاد بالفرنسيه ماشي لا غولاد الاسبانيه داك مفهوم اخر، لا غولاد من غولاد. فالكاسكابيل والتيمبري تقريبا من جنس لي غولاد، يعني لو كان يقول حبه لازم انها تكون شاده في الحبه اختها، شاده في الاخرى، شاده في الاخرى، يعني صعيب انه يقول حبه وحده من الكاسكابيل ولا يقول حبه وحده من التيمبري. هذه الخاصيه ديال جوج ديال جوج اغرودات، علاش كيديهم الطائر واحد 3 ولا 4 ديال الحبات مباشره في التبجغيط الاول بخلاف لي نوت الاخرين. فصعيب انك في التقليد الاول انك ديتيكتي مثلا طابليتيوس ولا واحد النقط اللي هو ممطرق، كنقول في التقليد الاول. اذا هذه كانت غير بين قوسين، وهذا مبحث هذا، حنا كنخمو بصوت عالي. من المرور من التبجغيط الاول الى التبجغيط الثاني، هذيك لا باساسيون اللي كيبغي يعني غادي وكيطلع في التبجغيط، غادي وكيطلع في التبجغيط. وهنا اللي علاش كنعاود نقول لكم الاخوه راه ضروري تسمع الطير ديالك في هذيك المرحله، راه كاين يوميا كيتصنت الطائر ديالك. دوزنا هذه المرحله الحماق ديال الهوايه، انك يوميا خصك تعرف واش كيقول، ويوميا تعرف التطور ديال واحد لا نوط ولا ديال واحد الحصور مثلا. هذاك الحصور خصك تشوفو فين بلاصه، واش بلاصه واحد الطريقه اللي هي منتظمه، ديك الساعه كتعرف بانه هذاك الحصور راه غير تشيوا واحله فيه، كتسمعوا كذا رقش رقش. شحال من واحد كيقول لي طيجع كامل الحصور، ولكن هذاك الحصور من خلال لو ريتم ديالو في التبجغيط كيبين لك بانه راه كيحطو فحال واحد الوقفه، واحد الوقفه. هنا خص السمع الاخوه باش ما تفاجئوش، راه سد على الطائر وتسنى 3 شهور ل 4 شهور وحل وجبدو وحطو ونتصن طير. يا امي انت جاب لي حصور، انا جاب لي هادي جاب لي هادي. الوغ ممكن تفاداو هادشي لو كان نكونو دائما ننصت الى الطيور. فهذيك الطريقه كيفاش لو ريتم ولا لا فيتاس ولا المسافه ما بين واحد الحصور وواحد الحصور وحصور يفيد، هذه من خلال التجربه وهذه هي معلومه بالنسبه للاخوان المبتدئين، يفيد انه الطائر يعني به واحد الوقف، وهذا كيفرحك بانه الطائر راه دير واحد الريتم في التبجغيط، راه خدام واحد الريتم، انت باقي ما فهمتيش، باقي كنفهم فيه، باقي ما بانش ليا والو انايا، ولكن حس بان هناك واحد الخلفيه لحنيه، واحد اللحن غادي به الطائر. وباش تعرفوا لحن وباش تعرفوا ريتم، لانك حافظ السي دي ديالك،
حتى ان 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 حتى ماشي الحده ديال الشرايط، كاين بعض الشرائط اللي كتح، وهذه قاعده هذه قاعده حصريا. الريتم ديال المالاغا الخوت، الريتم ديال المالاغا راه فيه جوج انواع، اما التغريد ديال الشريط كامل كيمشي من واحد لو بوين ا، هذا كندوي على التغريد على اللحم والاغرودات، كيمشي من او كيتم طالع كرواسون حتى التشيوا، ولا العكس، ولا اغروده من الراس ديالها كتمشي فحال هكا حتى التشيوا. لا 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 تشيوا، لا 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 تشيوا. هذا هو الريتم ديال المالاغا، بمعنى ان ما عندناش في الريتم ديال المالاغا هذيك لا 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 تشيوا، هذه الريتم الاصلي، الريتم الاصلي اللي كاين حتى في الطبيعه، انه الكلام ديال الاغروده مركبه كيمشي اوريزونطال حتى التشيوا، واللي يمشي كرواسون طالع من التحت حتى التشيوا، ولا هابط من الفوق تشيوا. نتمنى تكونوا فهمتوني الاخوان، المعلومه ربما ما عمركم تسمعوها، ما عمركم سمعتوها. هذا هو الريتم ديال المالاغا ديال لا كوبيا دي مالاغا كما يقولوا الصبليو، بمعنى ما عندناش اغروده، اي اغروده طلعوا الهبوط وطلعوا هباط وسير الفوق وجي لتحت، وهذا هذا عاد دير شي، وهذاك الشيء هذاك الشيء كيسميوه الاسبان، اي اسباني غتسمعوا هذاك الريتم يقول لك اس اون موسيكا، دونك سيدو لا موسيكا، هذا موسيقى، هذا ماشي كلاب ديال الطيران. بالدليل اخوة راه حضروا معنا واحد الندوة في 2009 اللي كان معنا واحد الحكم مقتدر، كانت اول مجيه ديالو للمغرب اللي كنا استضفناه هذيك الساعة، وتم طرح عليه واحد السؤال في هاد الانماط ديال الكلام هكا، وخدمنا عليه واحد النوع من التغريد، وتفاجئ قال لنا شنو، ما فهمش علاش كنسولوه بعدا على هاد الكلام. هو جاي للمغرب على اساس انه جاي عند مواليه ديال الحسون، وجاي بمرجعية اسبانية اندلسية حرة، ومني كنحطو عليه هاد النوع ديال السؤال هو بعدا قال مع كي، انا حسيت به هادو مالهم كيسولوني على هادشي، ما لقى ما يقولش، قال الناس نو اسونا موسيقى، هذا راه موسيقى، هذا راه سي دو لا ميزيك، هذا مابقاش كلام ديال الطيار. هذا بين قوسين، هذه معلومة ثمينة، نتمنى انكم تحتفظوا بها، لان شرط الى مسألة اللحن في 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 الاغرودة، فكل اغرودة عندها واحد اللحن ديالها، ما عليناش. فالمرور الى التبجريط الثاني كيبدا يزكي لك الطائر معاني من بعض لي غول بيس، انه كيبدا يرتب فيهم، وتما كتبدا لا فورماسيون ديالك. لو كان انك ما سمعتيش التبجريط الاول ما غتفهموش اش بغى يدير في التبجريط الثاني، وما غاديش تفهم شنو هما العيوب منين جايين. راه واحد 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 50% 60% ديال العيوب كتكون جايه غير حيت حنا ما تصنتناش ليه فاش كان كيبجغل، وما فهمناهش، ودي بلاصيناه ولا خرجناه ولا حيدناه ولا نقصنا عليه الكلام ولا زدنا عليه الكلام، هذاك الحيره ديال المولوع ديال الاسئله لا تنتهي، واش نقص كلام، واش نزيد ليه، شحال ندير ليه في الصباح، شحال ندير ليه في العشيه، شحال ندير ليه، ماشي مشكل كبير، ما عارفينش حنايا كيفاش، ولكن هاد الامور هادي ممكن لنا نجاوبوا عليها، ويكون عندنا واحد الاجوبه شافيه، الا واذا كانت عندنا واحد الاحاطه تامه بالتبجغيط بلو بابيه. البابياج مهم الخوت، مهم جدا، راني هذا كنستعجب ان الاخوان ما كيعطاوش اهميه. بابياج وصلت بينا الحاله اننا نكتبوه في ورقه ونبداو نسمعوه. حاجه اخرى، نمشيو معاكم بعيد، الناس اخوان اللي باغيين يبحثوا، اللي بغى يتولع ويدير هوايه ديالو ويستمتع ويبحث، يعني لا ماشي ما مضارب مع حتى شي واحد، ما عندهم ما غادي حتى شي، يعني مرتاح، انه توصل بك الامور انك تبدا تسجل مقاطع من التبجغيط الاول، من التقليد الاول، سجلهم ياك، يعني مثلا ديرو في صندوقه كيبجغط شي، انت ديرو مثلا في
في كاخون ولا في صندوق. تقدر تدخل واحد الميكرو من هذا وتسد الباب على الخيط وتجر داك الخيط وتديرو في البرنامج الصوتي وتسجل تبجغيط مباشر. هادي زعما الا داروها الاخوان اللي كيخدموا بالصنادق ايس زعما ممتاز. تسجل تبجغيط الاول ماشي تسجلو شهرين وانت كتسجل، لا تسجل دي سيكونس، يعني كل اسبوع تسجل جوج ولا ثلاثه ديال هذا وتجمع هذوك لي فيشي اوديو عندك في الهاتف ديالك ولا في البيسي ديالك. عاود ثاني منين يمر التقليد الثاني كتسجل هذا او كتريح كدير لا فورماسيون ديالك. هذا هو عين التغريد، هذا هو البحث في التغريد، هذا هو اللي الا بغينا نقولوا حنايا حنا مواليع ديال التغريد وجهنا احمر. وتبدا تشوف ليفولوسيون التطور ديال التبجغيط الاول كيف مر الى التبجغيط الثاني، وعندك لا بوسيبيليتي انك مثلا واحد النقط اللي قالوا في التبجغيط الاول ما فهمتيش كتربيريه بوحدو وكتمشي للتبجغيط الثاني كتجبد هذاك واحد الاغرودة وكتحاول تكومباري بيني وبينكم الاخوان مع مرور السنين 10 سنين 15 عام. واش ما غاديش بدا تعرف بان هذاك التبجغيط اش بغى يقول به الطائر اللي عنده علاقه بهذاك الكلام اللي خدمتي به؟ ماشي غنقول لك اي واحد يجيب لك الطائر غادي تفهم تسمع التبجغيط غادي تفهم، لا، انه على حسب الكلام انت اللي مفورمي فيه انت اللي كتعرفه. وسيتو في الكلام ديال مالاغا راه معروف، بلي بلي راه معروف، طابليتيوس راه معروف، كاسكابيل معروفه، اي حاجه معروفه، كل شيء ولا معروف دابا، بمعنى ان واحد النسبه اننا نفهمه. غادي متفق معكم انه ممكن تفهم اي تبجغيط من خلال التجربه ديالك، ولكن ماشي جميل انه انسان يوصل لهذا المستوى يبدا يفهم لي جول بيس كيفاش ولاو التقليد الثاني وكيفاش تبلورو. وهذه هي لا فورماسيون الاخوة، هادشي باش فيتكم واحد اللي عنده تجربه الا كان فعلا دار راسو في هادشي. اما جميع المعلومات الخاصه بالتلقين في متناول جميع الاخوان. البارح كان عندي واحد المحادثه مع واحد الاخ اخر اللي فاجئني، انسان مبتدئ، هو كيتكلم كيكتب لك يقول لك خويا مراد راه مبتدئ ودرت هاد القضيه. انا كنشوفو كيكتب كنقول هادي واقيلا كيتفلى عليا، انه كيستعمل الكاخون وابتدع واحد الطريقه من خلال ربما اثرت عليه بهاد السلسله، يعني بعض المفاهيم اللي اقتنع بهم وحاول ودار بالنصيحه ديالي، وهذا اللي فرحني انه بغى يدير بالنصائح ديالي ولكن بغى يحافظ على الطريقه ديالو. ومساله اللي نبهت لها الانسان اخواني يبقاو في طرق التلقين ديالو ولكن يحاولوا يدخلوا وهذا السيد فرحني صراحه، يا سي مراد انا كنخدم بالكاخو ولكن انا درت هذه القضيه وغادي ندير هذه القضيه في هذه المده ديال شهرين غندير هذه القضيه ملي غندوز المرحله طاطاطا تيدير واحد البلون ذكي انتيليجون. بغيت كنشوف انت واقيلا محادثه هذا ماشي مبتدئ. وقال لي الراي ديالك، انا دائما الاخوان كتعرفوا اللي كيسولني كنعاود نسولو بسؤال كنعاود كنجاوبو بسؤال وكيفهم. اولا كي راه دابا انت ابتدعتي طريق، راه الا جيت نقول لك رايي فيه غنتسمى انا احمق، غتقول هذا مراد المعرفة فيه شويه ديال البخ، راه اي حاجه غيعطينا الراي ديالو. لا، ميمكنش نعطيك الراي ديالي، لان هذيك الفكره اش قلت ليه، فكره انت ابتدعتيها واللوجيك ومنطقيه وكتبان ليا بانه غتكون فيها النتائج، راه اللي غيجاوبك هي التجربه ديالك. قلت له غادي تجرب، قلت له انا راه بقى تابعك، هو المحادثه راه باقا مسجله، الا عرف راسو فملي يشوف الحلقه راه غيعرف راسو راه يتفاعل في لي كومونتير. وقلت له انا غنبقى متابعك لانك كتهمني النتيجه اللي غتكون فيها واحد الحل لعدد كبير ديال الناس. ميمكنش تجي دابا تقول الاخوان شوفوا اللي عنده الكاخون ديروا هاد القضيه ديال هاد الاخ، لا، ها هو دابا هو كيجرب، هو غيضحي بموسم. هنا انا الاخوان هنا واحد رساله نبيله للاخوان اللي كيديروا التجارب، راه اللي كيدير شي تجربه ما نضحكوش عليه، لا نستهزئ بالاخوان، راه اللي كيدير شي تجربه في التغريد راه نقولوا راه هو كيدير واحد التضحيه بواحد الموسم كامل ولا موسمين باش يعطينا واحد التجربه لواحد النتيجه اللي غيستافدوا منها واحد اجيال. اي واحد بدا يبحث ولا كيجتهد ولا هذاك بان ليكم حماقه خليوه حماق في البحث، اقسم لكم بالله ما بغيتش نحلف
انه اي تجربه كيتنفع منها الانسان يعني على مر السنوات، واخا حلفت على هذا، ولكن مساله مثبته، اي مساله تجربه وعطاء الانسان حقه فضروري غيستافد منها الانسان. وعندكم الملايير ديال الامثله منذ يعني مر التاريخ. اذا للخلاصه، الافاده ما هي؟ يا انه الطائر من دخلته كنحفظ فيه غيبدا مساله ديال التبجغيط، يجي من الانصات الى التبجغيط. تدوين الشريط حفظه، الا كانت عندي واحد الكاباسيتي الذهنيه انني نحفظ السي دي ديالي، انا شويه بسيط في الذهن ديالي، اضطريت انه في البدايه ديالي نكتبو، كتبته باش هذا عاد حفظته مع الممارسه والسمع، هذا عاد فهمته، نكتب الشريط ديالي ونفهم الشريط ديالي ونسمع التبجغيط الاول ونسمع التبجغيط الثاني باش نكون واحد لا فورماسيون ديالي ذاتيه اللي ما غادي يمكن يعطيها لي حتى شي واحد، واخا تشريها بالفلوس ما كايناش، باش الاخوان ما تدوزوش واحد 20 ولا 30 سنه خاويه في الهوايه، نلقاو الجيل اللي جاي يلقاكم انكم كما نقولوا عامرين، ماشي بابا 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 راكم عاد الصح عامري. وتحيه لجميع الاجيال ديال الهوايه، جميع الاجيال، وهذا دعوه انه الاخوان ما يتغروش، ما عمرك تغر في الهوايه، لانك في هذا المبحث هذا الشيطان كيبدا يلعب بك، انك كتوصل واحد المعلومه اللي غايبه على الجميع، غايبه على الجميع صراحه. صافي تما كتولي انت هو كتبدا يجيك داك الغرور، وهذاك هو اول عارض واول بلوكاج ديال النجاح ولا ديال الاستمراريه في البحث. فملي توصل شي معلومه تثبتها، واخا تكون اول مره كتسمعها ولا لاحظتي بانه ما توصل لها حتى شي واحد، تثبتها وجربها وشاركها مع الاصدقاء ديالك بكل امانه. ما كاينش، ما تكونش عندك داك الهاجس انني خصني انا نقولها انا الاول، لا، ولا انه اي حاجه كتقال في الولاعه خاصك انت تقولها انت الاول باش كتولي تكون انت هو في القمه، وهذا اكبر خطا، اكبر خطا. فالعديد ديال الاخوان اللي الدماغ ديالهم ولا العرف ديالهم في الولاعة راه كيهرس الحجر، ولكن الناس ساكتين ما كيهضروش كيدويوش، ولو فات انك مثلا انت تقولها مباشره على اليوتيوب ولا في شي موقع التواصل كيجعل منك انك انت الاول اللي قلتها، لا، هذا خطا. هذه المساله ما كاينش هنا هاجي، ما كاينش هاجس ديال لو بارطاج، هنا كاين واحد الهاجس ديال انسى انه باغي غيب يعني حب الظهور، وهذا اللي ما كنصحش به الاخو، دخل يدخلك هذا الجانب، هذا ما بقاتش هوايه، وحتى مع ذاتك انت ما سامخش با خلاو النصار. اذا كانت هذه حلقه خاصه بالتبجغيط، اخوان كانوا كينتظروا انني غنبدا نهضر لهم على التبجغيط شنو هو، ونقول لي هادي وهادي، راه انا لاحظت بان التبجغيط عنده علاقه بالشريط ديالك، وانا نفضل اننا انه الاخوان يستافدوا من هذه المعلومه على انني نبدا نشرح لهم شنو هو التبجغيط وانا ما عارفش باش خدامين هما. انا نقدر مثلا ندير واحد المساله خلال التجربه ديالي، انني ندير مثلا غادي ندير نحاول نديرها تطور مثلا ديال الكاسكابيل من مرحله التبجغيط الى مرحله التبجغيط الثاني الى البلوار، وهذه غتكون ربما سابقه، هذه القضيه نقدر نبارطاجيها معكم، لان يعني الكاسكابيل واحد النقط اللي هو يعني معروف عند الجميع، ولكن هنا خاص الاخوان يبداو الخدمه ديالهم بهذه الطريقه هذه باش نوصلوا لواحد الوقت اللي تكون عندنا مكتبات صوتيه ديال التبجغيط. ولما لا، عندنا دي زوديو ديال التبجغيط، راه لو وصلنا لهاد المستوى هادي راه صافي سالينا سالينا الولاعة، السيديل المبجغاط ديال الفوليوم دو. دوقون يا الاخوان، انا دابا راه بديت شويه بدا كيجيني داك الحماق ديالي، فاهم، راه كنبقى نهضر في حالكم كيجوني الافكار، بعض الخطرة كتكون افكار نو رياليزابل، حمقى يعني افكار ما كاين، ولكن بعض الخطرة كتجيني افكار اللي ممكن انه نطبقوها في الهواء. لماذا؟ انا نسجل طائر
اللي من بعد غادي يهز ليا مثلا واحد الشريط اللي هو مشروع وانا مسجل في التبجغيط ديالي. علاش ما نقدمش هاد الهديه للمواليه؟ نقول لهم الاخوان راه الشريط مثلا ديال السيدي مثلا ديال شي مشهور عليناش راه التبجغيط ديالو ها هو السيدي اللي كيبين التبجغيط، بمعنى انه الاخوان راه الا كان جي لكم الطائر جيب لكم هذا النوع التبجغيط فكونوا على يقين بانه هز الكلام. هذه حتى هو ماشي باش كتشوفوا الاخوان الاخذ والرد في الحوار فين كيوصل. انا هذه فكره جاتني الان، يعني امبروفيزاسيون، يعني ما كنتش دايره في دماغي ولا حتى مثلا الودانيه، انه مثلا الاخوان راه شي شريط ديال لوكر مثلا فلان فلاني وغادي يكون هو خدام هذاك الطائر وخرج ليه الطائر، ماشي شي واحد غادي يسجل لينا تبجغيط وخرج ليه الطائر بالموال. دي كالي هما كونكري وكر فلان فلاني الاخوان واه هو السيدي ديال التبجغيط ديالو، سمعوه معايا ها كيفاش كان صغير وها كيفاش ولا منين بدا يضرب ليا لوكر ديال التغزه ولا المهم ما غاديش هذيك حرفتكم مع الاخوان ديال الودانيه وتحياتي. ها هو التبجغيط ديالو. اذا هذا واحد، انا ما كنهضر كنفتح افاق الاخوان فين يمكن لهم يبحثوا فين يبدعوا انه يحس واحد المتعه في الهوايه ديالو، لو قال السبت والحد ولا مثلا في المنزل ديالو ما كاين ما يدار، راه في الهوايه كاين فيها ما يدار في اطار البحث. فشكرا للاخوان، مؤخرا لحت واحد الشريط، واحد الشريط هو عباره عن واحد لو ميكساج ما بين تغريد الكوبيه، وتعمدت انني نديرو اليكو يعني سين تيرميناسيون نيتشيو، بمعنى انه اي واحد اللي كيخدم ريتم مالاغا انه ممكن يعتمد، ودرت ليه ميكساج مع الصوت ديال ماء المياه ديال الانهار، حاولت نزيد الفوليوم شويه ديال المياه الانهار، غلبته على التغريد باش تكون واحد الخلفيه الصوتيه ديال الانهار اللي هي مريحه للاذن. هذاك ممكن انه مثلا الاخوه اللي كيعتمدوا ديباف في الدار ديالهم، كاين مثلا اللي كيكالي كما نقولوا كيكالي الصوت، عنده الزوج عنده هذا، كيضطر انه يدير واحد لو باف جينيرال مثلا في واحد المكان في واحد البالكون ولا في واحد هذا وكيطلق فيه كلام. فهذا طاحت عليا الفكره، انا هذه القضيه كنعتمد انا، فما توش كيتسمع لكم الماء ولا لا، انا طالق دابا هذا الشريط هذا راه فيه الخلفيه ديال الماء، راه كيتسمع الماء، لو باف عندي الفوق وكيتسمع الماء، وبحال هذا الشريط ما كيضرش لانه يتزاوج مع التركيبه اللي خدام بها، وحتى انه ما فيه لا تشي ولا تيرميناسيون، بمعنى انه اللي هزوه منه الطيور رباح، اللي هزوه رباح. فشريط هي فكره جاتني، اولا غتريح موالين الدار، لان شوف الاخوان الانسان خصو يفكر في الاهل ديالو، شويه كنتعداو حنا شويه، واخا حنا دابا الاهل ديالنا ولادي انا منين تزادوا هما صوت الطيور عندهم في الدار ولات مساله بديهيه عاديه، يعني تفطموا على كلام ديال الطيور ديال الكوبي وما كيشكلش لهم موجود. ولكن ملي كتجلس مع راسك كتقول راه واخا هكاك راني ارتكبت واحد الحاجه في حقهم، ماشي هي واخا هما كيحسوا معاهم، ولكن راني دخلت لهم في الحياه ديالهم واحد لو بارامتر اللي ولاو بالنسبه لهم هما شيء غير عادي، يعني شيء غير عادي. وقلت علاش لي من الباف لي طالق انا في الدار، علاش لي ما نوفرش لهم واحد الجو جميل جدا، وميم طو نكون اناني كما كنت نبقى اناني انني نزيد فيه بعض الاصوات. وجاني بديت نفكر في اصوات، فكرت في صوت الطبيعه، قلت الطبيعه غادي يكونوا فيها الاشجار البنس وهذا لا مشكله، تكون مشكله، قلت غادي نعتمد غير صوت الماء خرير المياه. ودرت هذه المساله هذه، كيتسمع عندي في الدار خرير المياه وما عند بالهم هذوك الطيور ما هي راه تركيبه. جات عندي بنتي قالت لي بابا الماء واش كاين مع، حسيت بان لحظات تغيير، ما عمرها جات قالت لي واش هذا الكلام تركيبه ديال الفراغ، ولكن منين زدت الماء قالت لي واش الاكل يا بنتي راه داك الماء راه ميكسيتو مع الطيور باش انتوما ما ترواوش ليا مع الفراغ، بيت كنضحك معاكم.
وعجبها لو برنسيب، وحسيت بها بانه بحال شكلت ليها واحد راحه، هي راحه ذهنيه ملي بدات تسمع الماء مع هذاك دونك مزيان. فنتمنى انه يعجب الاخوان. راه كنصيب واحد شريط اخر لان الاخوان واحد جوج اخوان ديال الودانيه بغاو واحد الشريط تاهما، هذا راه كنصيبو حتى هو غادي نبوستيه. فنتمنى انه يلاقي الاستحسان ديالكم. راه الطريقه سهله، التركيبه ديالك ممكن ان دير لها ميكساج على عن طريق البرامج الصوتيه، اللي عنده شي اشكال ممكن يديروا واحد الفيديو مثلا فيه 3 4 دقائق ماكسيموم نوضح لكم كيفاش تميكسي وكيفاش تزيدوا الصوت ديال هذا، وممكن انك تعتمدوا في المنزل ديالك. ماشي كنقول لكم انكم غادي تعتمدوه في الكاخونات وداكشي، شغلكم هذاك انت توجهك. ولو انه ما كاينش ضرر، ما كاينش ضرر انه الطائر وصل الكاخون وصل الصندوق وكيسمع التركيبه وكيسمع الماء، ما كاينش ضرر. وخمساته لان الا درستوا معايا شويه غير لي غوربيس ديال الماء لا علاقه لهم بمنطق الطيور او بتغريد الطيور، فليس هناك ضرر. وكنظن انه على الاقل الاخوان انه وسط الكاخون في ذاك الظلام وفي ذاك غياهبي الكاخون، انه على الاقل الطائر يسمع واحد الصوت ديال التركيبه ديالك ملكيه ما شاء الله، ومعها واحد الصوت ولا جوج اصوات لي مالا ديال مسائل طبيعيه. وراه ما غاديش، راه بالعكس هذيك غتكون حافز ليه انه يمشي للجنس ديال التغريد ديالو. هذه مساله علميه، هو غيبدا يفرز هذا راه صوت الماء، هذا صوت الرياح، وهذا هو الكلام اللي بغيت. وكنظن انه غتكون واحد، تمنيت انه واحد شي 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 طبقه ديال الاخوان انهم يحاولوا يجربوا معنا هذه القضيه. الله يجازيكم. وانا دائما في اطار اننا كنبغيو نلقاو الحلول لجميع الفئات ديال التلقي، قسمنا ثلاثة الفئات، فئة كلاسيكية، الفئة المتشددة، والفئة المتوسطة. فشكرا الإخوان على التفاعل، أتمنى هاد الحوارات يبقاو دائما يلقاو الاستحسان ديالكم، ومبروك عليكم هاد الأيام المباركة العشر الأخيرة من رمضان، إن شاء الله بالصحة والسلامة لجميع الإخوان ديالنا. اللي مريض الله يشافيه، اللي توفى الله يرحمه. تحيه عاليه للاخوان ديالنا في الجزائر، عشاق طائر الحسون، كنحييكم تحيه خاصه. شكرا بزاف على التشجيع وعلى الدعم الاخوان ديالنا بجميع الاقطار العربيه اللي كيتبعونا، وبيان سور خوتنا مواليه ديالنا، اصدقاء ديالنا في المغرب، اصدقاء ديالنا كاملين بكل بدون مجامله. كاين هناك بعض شويه ديال يعني مناوشات، ولكن شو الاخوان راه بقلب مسلم. انا قلت لكم انا واحد الانسان مشاكس في الهوايه ديالي، لا علاقه هادشي بالمسائل الحياه ومسائل ديال العلاقات الانسانيه. فاللي كان شويه كنشكلوا لي واحد شويه ديال التبرزيط فنعتذر، فهو غير مقصود. فهادشي كيبقى في اطار مناقشه الافكار ليس الاشخاص. تحية لجميع اليوتيوبر المغاربة المؤطرين في ميدان التغريد بدون استثناء، والإخوان الجزائريين اللي أتفاجأ ملي كنمشي نشوف بعض لي فيديو ديالهم وداكشي، فتبارك الله عليهم الناس واصلين في ميدان الدريساج والتفريخ ديال الحسون. التجربة الجزائرية أدعو الإخوان ديال المغرب أنهم يستافدوا منه، كذلك الإخوان ديال فلسطين، الإخوان ديال سوريا، وهادشي اللي كاين الاخوان. تحياتي واحتراماتي، والى دردشه ولاعيه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.